برلمانيا وخلال جلسة علنية مخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي مبادرة لم الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية، داعيا الجميع إلى الانخراط في هذا المسعى النبيل. إن يد الرئيس الممدودة ودعوته للتلاحم الوطني وفتحه لأبواب الحوار والتشاور مع الشركاء الفاعلين من سياسيين وتنظيمات وشخصيات فاعلة لهي أكبر دليل على حسن النوايا من جهة وعلى الإرادة السياسية الصادقة في لم الشمل وفي استجماع كل القوى الوطنية وجعلها تنخرط في مسعى إعادة البناء. وإننا ونحن نمثل الشعب في قبة المجلس الشعبي الوطني نبارك هذا السلوك الحضاري الذي لم نستغربه من رجل ما فتئ يثبت كل يوم أنه ماض مع المخلصين لهذا الوطن في توطيد أركان الدولة الجزائرية الجديدة واستعادة مكانتها بين الشعوب قوية مؤثرة فاعلة في الساحتين الإقليمية والدولية، متشبتا بثوابتها وقيمها. يتزامن ذلك مع نظرة اقتصادية تستجيب المعايير الدولية لإحداث إقلاع حقيقي مبني على إرادة واضحة في تهيئة الأرضية الصلبة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، بعيدا عن التقييعات التي أثقلت كاهل البلاد وعطلت قدراتها عقودا من الزمن. وإنني وباسمكم جميعا لا يسعني إلا أن أقول للسيد الرئيس إن هذا المسعى النبيل هو السبيل المحمود، والعمل على لم الشمل هو الأمل المنشود، وأن يفتح البلد ذراعيه للجميع هو الهدف المقصود.